بص مستر اكس ده بجد من اكتر الحاجات اللي احنا يعني كل واحد في الفيلم اشتغل في حاجات كتير كل واحد في الفيلم ماشي كل واحد في الفيلم اشتغل في حاجات كتير قوي. بس عايز اقول لك بجد انه الفيلم ده بتهيألي عند كل واحد في الفيلم هو من اكتر الحاجات اللي معلمه جواه. الفيلم ده احنا تعبنا فيه جدا وقعدنا فيه سنه ونص نحضر، هم قعدوا قبلي بكتير اصلا يحضروا كمان في الفيلم. عايز اقول لك الفيلم ده باين اصلا الروح والطاقه اللي في الفيلم باينه في اغنيه اختياراتي مدمره حياتي، يعني كل الناس اللي بتتفرجوا على الاغنيه مع ان كلامها عكس اللي احنا بنعمله، بس عايز اقول لك انه باين انه في روح حلوه وفي والاجواء كانت جميله. وخد بالك الافلام اللي فيها سفر دي بتقرب الناس من بعض اكتر وبتخلي الروح اعلى، فاللهم لك الحمد. احمد فهمي ده اخويا وده نجم كبير جدا، الواحد اي حد يتمنى او يتشرف انه يشتغل معاه، فما بالك بقى مشتغل مع واحد صاحبه وهنا ازاي دي يعني صاحبتي واختي وحبيبتي واسس طبعا عم بيو كل الناس يعني وعم احمد. اختياراتك مدمره حياتك زي الاغنيه؟ لا طالع دلوقتي اختياراتي مفرحه حياتي الحمد لله. احساسك ايه وانت بتقلب لك فيلمين في نفس الوقت؟ ده من كرم ربنا عليا. ما انا عايز اقول لك اي حد تاني ممكن يعتبرها عيب او يخاف او يقلق ليه لو هو مكرر نفسه، فيقول لك انا هنا الناس هتقول له ايه هو انت هنا زي هنا، انما انا من كرم ربنا يمكن دي المعادله الصعبه ان انا في الفيلمين اولا الفيلمين مختلفين، ثانيا انا في الفيلمين اصلا مختلفين، فبالعكس يمكن ربنا اراد ان ده كله يحصل عشان الناس تقول ايه والله ده ممثل شاطر، مش بس فكره انه كوميديان، لانه ودي الاهم عندي على فكره ان انا عايز اكمل انه يقولوا ده ممثل شاطر. مش ممكن تغير جلدك وتبقى اكشن؟ هو انا اتباع لي في فيلم البعبع ان انا المفروض انه الفيلم اكشن، بس انا عايز اقول لك بعد كده لقيت انه الاكشن بيحصل فيا انا، يعني هو الاكشن انا اللي بضيع، يعني بقيت احسن واحد بيتضرب في مصر الحمد لله. بقى لا هم بس بيتكلمون على البعبع عن بعبع هو فجأة بحب البعبع. ايه؟ فيلم ينجح اكتر من فيلم؟ بص ان شاء الله باذن الله الاربع افلام هينجحوا جدا والاربع افلام هيكسروا الدنيا، لان الاربع افلام لنجوم كبار جدا، انا نفسي من جمهورهم، يعني انا نفسي هخش الفيلمين اللي انا مش فيهم، يعني انا هنفعهم هقطع لهم تيكت والله بجد. عايز اتكلم على كواليس مستر اكس، سمعت ان اسوس كان خارب الدنيا وعامل مشاكل وبيرفع الموبايل. اسوس ده من اصعب الناس اللي ممكن تشتغل معاهم في حياتك. لا بجد والله اسوس ده اقسم بالله اسوس هتتبسطوا منه جدا في الفيلم. انا عايز اقول لكم بجد بغض النظر عني بقى الحمد لله عشان ما بعرفش اتفرج على نفسي، بس انا خايف جدا من الفيلم هنا طبعا. انا قبل البعبع كنت مرعوب وانا ما شفتوش، انا مرعوب اكتر من اكس دلوقتي مع اني شفته، لانه الفيلم هنا يا جماعه يعني يا رب ان شاء الله باذن الله زي ما احنا متوقعين، لان احنا بقالنا شويه زي ما قلنا يعني يمكن حاسس ان ربنا فيها خير لنقطه واحده. قبل اختياراتي مدمره حياتي من تنزل بسنه قلت لهم دي هتكسر مصر اقسم بالله، الاغنيه دي نزل منها 15 ثانيه في البرومو بقت ترند على التيك توك في البرومو، انا حته قطعوها وعملوها بقت ناجحه جدا، فاللهم لك الحمد. دي كلها مؤشرات بتقول لك انه الفيلم الناس حباه ومتشوقه، فالحمد لله رب. الجمهور بيسال على مسرح مصر مفيش تاني خلاص والله، دي مش بمزاجنا خد بالك، احنا نتمنى، احنا لحد دلوقتي ما بنصدق يجي لنا مسرحيه ونشتغل فيها مع بعض، بس مسرح مصر القناه نفسها هي اللي جت وقالت خلاص احنا بالنسبه لنا، اصل احنا برضو عملنا احنا قعدنا 9 سنين نشتغل، فاحنا بالنسبه للقناه قالت انه تمام كده، لان هي كان عندها كمان عدد مواسم كبير فشافت انه تمام كده فتمام. اول عيديه والله تقريبا كان ربع جنيه وكان جديد كده وكنت فرحان بيه قوي والله. بدي جبت 20 جنيه من اللي هي الجديده دي البلاستيك دي وبتضحك بقى العيال. انا لسه حد مديني واحده دلوقتي خدي والله خدي مع اني والله لسه واخدها. لا لا حرام ايه حرام حاجه من الاخضر بقى حلوه دي صعبه دي. خش كريم عبد العزيز. لا لا اقول لك حاجه بجد 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 انا وفيلم دي اذواق. اصل انا فاهمك حاجه، انت ممكن واحد يبقى بيحب الاكشن واحد ما بيحبوش، واحد عايز كوميدي بس واحد ما بيحبوش، انا مثلا ما بحبش افلام الرعب مراتي بتعشقها، فهي اذواق والاربع افلام اصلا مختلفين. ده بجد خد بالك هم اللي يربطهم ان هم بيضحكوا، بس هو كل واحد شكل، ده واحد سوبر هيرو وواحد تاني فيلم فيه كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز. انا لو هخش انا اي فيلم من الاربعه والله لا هتفرج عليه مسروق بقى. هتفرج على الاربعه مسروقين على الحمد لله رب العالمين. عايز اقول لك دي حاجه تثبت اللهم لك الحمد ان احنا مش بس فكره مسرح مصر، يعني بجد اللهم لك الحمد. ودي الناس احنا كنا متدفين ببعض اكيد في مسرح مصر بشكل كبير يعني، بس احنا لما خرجنا بره كل واحد اثبت موهبته بشكل واتحب بشكل مختلف، وكل واحد له طريق وسكه واتجاه، فالحمد لله رب العالمين يعني. انت طيب كل سنه وانتم طيبين.